استفاقت البصرة على اغتيال ناشطين مدنيين وهما رسام الكاريكاتير حسين عادل وزوجته في داخل شقتهما من قبل مسلحين مجهولين بعد عودتهما من التظاهرات التي شهدتها المحافظة وفرقتها قوات الأمن بالغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي. مسلسل الاحتيالات في البصرة لا يوجد له نهاية، هذا نتيجة كسل الجهات الأمنية في الكشف عن الاغتيالات السابقة، بالتالي الاغتيالات كانت من السهولة أن يتم اغتيال شخص لأنه لا يوجد رادع حقيقي، خسرنا الكثير من الناشطين والمدنيين. وعرف نشاط حسين وزوجته في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين من ضحايا التظاهرات الذين يتعرضون للإصابات جراء إطلاق قوات الأمن للرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع بهدف تفريق المحتجين. كان تهديد مسبق قبل فترة، وطلع حسين وسارة طلعوا لتركيا خذوا لهم فترة معينة، بعدين رجعوا على مود يصفون أمورهم ويرجعوا، لأن هو عندهم تهديد مسبق من جهة مجهولة واليوم تم اغتيالهم. بصراحة الباعة أمس موجودين بالتظاهرات، هي تظاهرات سلمية، هم ملاحقين الآن، هسا حسين مقتول وسارة مقتولين وملاحقين البقية، يعني ما راح يكفون عن هذا الموضوع. وإحنا بصراحة رسالتنا لهم كل ما يزيد القمع تولي الثورة. في المقابل لم يفك الشارع عن تعبئة نفسه لا سيما وهو محتقن وغاضب، وتجلى ذلك بالشعارات المناهضة للأحزاب السياسية والحكومة التي هتف بها خلال التظاهرات. نطالب تغيير الحكومة، حكومة احنا واثقين من عندها ما باستطاعتها تحقق مطالب الوطن ولا الشعب، حكومة ما باستطاعتها تبني لا وطن ولا تقدم خدمات ولا راح تطور البلد. دائرة الاحتجاجات لا يستبعد مراقبون أن تتوسع إذا استمرت الحكومة باستخدام العنف كحل بديل عن تنفيذ المطالب التي ارتفع سقفها هذه المرة بعدما كانت تقتصر على الخدمات والوظائف.